ما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله من جواز لبس الذهب 4 أصابع فما دونها للرجال، فيرى رحمه الله أنه يجوز 4 أصابع من الذهب فما دون للرجال، وأدلته ما يأتي. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الحرير والذهب قال: هذا حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، فدل على أن حكمهما سواء، ولأن العلة والله أعلم أنهما في العلة سواء. الدليل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وإباحته هنا للرجال، لأن الذهب محرم على الرجال في الأصل ومباح على النساء في الأصل بجميع أنواعه وأشكاله. فحمل رحمه الله هذا الحديث على جواز لبس الذهب للرجال بهذا المقدار. الدليل الثالث، وهو دليل يمكن أن يستدل به له رحمه الله، ما جاء في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة وقد مر معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته أقبية فقال مخرمة: يا بني اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: خذ هذه يا محرمة. الدليل الرابع الذي يمكن أن يستدل به لرأيه، لأنني ما رأيت له إلا دليلين، وكثيرا ما أذكر القول وأذكر أدلتهم وأزيد على أدلتهم من باب التأييد لهم حتى يكون طالب العلم على إحاطة بجميع الأدلة، فإنهم رحمهم الله يذكرون قولهم ويذكرون بعض الأدلة، ومن خلال المراجعة في كتب الحديث قد أجد أدلة لم يذكروها وأضيفها إلى هذا القول. فالدليل الرابع الذي يمكن أن يستدل به لشيخ الإسلام رحمه الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت قبيعة سيفه من ذهب، والقبيعة هي طرف مقبض السيف، فهذه هي أدلته رحمه الله. والذي عليه الأكثر أن الذهب محرم على الرجال دون استثناء، ويمكن أن يستدل في العلماء الذين قالوا بالتحريم بما يأتي. أولا، أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، ولم يفصل. الدليل الثاني، وقد مر معنا ما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ذهبا ولا حريرا. الدليل الثالث، ما جاء في مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لبس الذهب فمات وهو عليه لم يلبس ذهب الآخرة. إضافة إلى جميع الأدلة التي جاءت بتحريم الذهب على الرجال. الدليل الرابع، أن الإمام أحمد احتج في رواية الأثرم بحديث: من تحلى بخريصة ذهب كوي بها يوم القيامة، والخريصة هي بمقدار حبة الشعير، وقيل بمقدار عين الجرادة، وهذا هو المرجح. أما أدلة شيخ الإسلام رحمه الله فيجاب عنها بما يأتي. الدليل الأول، أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الذهب والحرير، هذا الدليل يعكس على رأي شيخ الإسلام، فيقال هو دليل لمن قال بالتحريم بجميع أنواع الذهب وإشكاله وأوزانه. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بينهما وفرق، فاستثنى الحرير في حكم جواز لبس 4 أصابع منه فما دون، ولم يستثن الذهب، وبالتالي يعد دليلا عليه رحمه الله. الدليل الثاني، ما جاء في المسند وسنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. الجواب عن هذا بما يأتي. أولا، أن هذا الحديث ليس مجمعا على صحته، وإذا فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن فيه رجلا لا يعرف، وأظن أن البخاري أعله بالانقطاع، ويقال إن هذا الحديث لم يتفق فيه على معنى واحد. شيء
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه أربع أصابع فما دون للرجال، وآخرون يرون أن الذهب المقطع يجوز القليل منه دون تقييد للرجال والنساء، والألباني رحمه الله يرى أنه محصور في النساء مرة، ومرة أخرى يرى أنه للضرورة. ويقال هذا الحديث مطلق ولم يذكر فيه عليه الصلاة والسلام أربع أصابع أو أكثر أو أقل، فيدخل عليه من هذا الباب ويقال إن هذا الحديث ليس دليلا صريحا في جواز لبس الرجل أربع أصابع من الذهب فما دون، إذ لو قيل بعمومه تجاز أكثر من أربع أصابع، ولكن هذا الحديث محمول كما قال الألباني رحمه الله في أحد قوليه ليس في هذه المسألة وإنما في مسألة الذهب المحلق، قال إنه ما كان مقطعا مثل السن والأنف وذلك في حالة الضرورة. ويشكل على هذا التوجيه في نظري أنه قال عليه الصلاة والسلام عن لبس الذهب إلا مقطعا، أفيمكن أن يكون السن والأنف في حالة الضرورة؟ أفيمكن أن يكون في صورة الملبوس أم لا؟ نعم يكون في حكم الملبوس، بدليل ماذا؟ أنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على الحرير كما عند البخاري، والجلوس داخل في معنى اللبس. الدليل الثالث أما حديث المسور ابن مخرمة فنقول إن حديث المسور في زمن الإباحة، أما فعل عمر وهو أنه كان يلبس قبيعة سيفه ذهبا فالجواب عنه أن هذا الأثر يتناقله علماء الحنابلة في كتبهم كابن قدامة رحمه الله ولم يسندوه فلا يعرف له أصل، ثم هب أن له أصلا، فيحمل على ماذا؟ يحمل على أن مثل لبس الذهب في حالة الحر يختلف فيها عن حالة السل، ولذا مر معنا في الحرير أنه يجوز أن يلبس الحرير في حال الحر. لما؟ لأنه من باب إغاظة الأعداء، فإن الأعداء إذا رأوا أن أمثال هؤلاء المجاهدين قد وضعوا الذهب في سيوفهم قذف الرعب في قلوبهم، فيقولون إن هؤلاء لم يأتوا إلا وهم غير مبالين بالقتال، لأن من هو مقدم على الموت فإنه في نفسه وجل ليس بحاجة إلى أن يتجمل. وأما أدلة الأكثر قد يدخل علينا فيقال إنها أدلة عامة، وأما ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله فهي أدلة خاصة، خصصت ماذا؟ المقطع، بدليل أنه في الحديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة، والاستثناء معيار العموم، ولذا عند الأصوليين أن من المخصصات للعموم الاستثناء، لأن المستثنى منه يختلف في الحكم عن المستثنى، فالمستثنى ما هو؟ المقطع، والمستثنى منه الذهب، فالمستثنى منه منهي عنه، واستثني في عدم النهي المفطر. ويجاب عن هذا الإشكال بما سبق بيانه في الجواب على دليلهم هذا في حالة الضرورة، بدليل أن عرفجة ابن أسعد كما جاء عند أبي داود قطع أنفه يوم الكلاب، وهو مكان فيه ماء وقعت فيه وقعة في الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى، فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. أما حديث من تحلى بقريصة ذهب كوي بها يوم القيامة فهذا يوجهه شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل تلميذه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، فيقول إنه في المنفرد، أما في التابع فنحن نقول بالجواز، ولذا رحمه الله يحمل حديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا يقول إن الجواز في أربع أصابع فما دون في التابع، مثاله هذا المشلح لو كان فيه أربع أصابع من الذهب من حيث العرض فيجوز، لما؟ لأنه تابع، وكما هي القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، شأنه كشأن الحرير. ألم نقل في مسألة الحرير أنه لو لبس الحرير لبس قطعة حرير مقدارها أربع أصابع فما دون، فماذا قلنا؟ لا يجوز، والدليل حديث ابن عباس
نهى عن المصمت. فأما ما كان تابعا يقول رحمه الله فأما ما كان تابعا فيجوز وعليه يحمل حديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. وأما الحديث الخريصة فيقول إنه في حكم المنفرد، ويجاب عن قوله رحمه الله فيما يظهر لنا بأنه ليس في الحديث ذكر للتابع ولا للمنفرد، فليس هناك ذكر للمنفرد في حديث الخريصة وليس هناك ذكر للتابع في حديث المقطع، فيكون رحمه الله أخذ بهذا الحديث وهو حديث التقطيع أخذ به على غير عمومه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه خصصه بما خصصه بالتابع جيد وليس فيه ذكر للتابع. الوجه الثاني أنه خصصه بأربع أصابع فماده وليس فيه ذكر لهذا المقدار. من ثم فإن الأدلة واضحة من حيث الأصل على تحريمه على الرجال. والمشكلة أن هناك مشالح يزعم بأنها مرصعة بالذهب، فهو هذا الزري في بعض المشالح وتباع عندنا كما زعم أنها أربع أصابع من الذهب. وقد نقل ابن عثيمين رحمه الله أن الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أن الشيخ محمد بن إبراهيم قد قام ببحث هذا الأمر فوجد أن هذه المشالح خالية من الذهب، لكن لو افترض أنه وجد لأن ذلك العصر يختلف عن هذا العصر، فالمسألة كما ذكرنا.